انت ايش جايبك بيتنا؟ جاي تبارك لي؟ على فكره ماكو شيء يضحك، وانا مو جاي اليوم عشان ابارك لك. وايد يضحك اللي قاعد يصير. ليش جاي؟ يا اقول لك ان الكلام اللي قلتيه برا تو اسعد لحظات حياتي، دير بالك على روحك، نام من بكر، هذا الكلام يبطل كبد ويفرفت لفاد، هذا الكلام مو صحيح، مو لازم تقولينه. وعلى فكره انت وصلتي لمرحله مو قمتي بس تكذبين على الناس اللي حولك، قمتي تكذبين على نفسك وتصدقين الكذبه. على فكره انا جاي الحين علشان ما ابارك لك واتمنى لك القراده. ليش تتمنى لي القراده؟ ليش تتمنى لها القراده؟ هي ناقصه يعني؟ القراده شوفتك خلصت الحمد لله. هي مو ناقصه، لكن ايه اللي يابتي حق روحها عمتي؟ انا قلت اللي عندي، والحين تسمع اللي عندي مثل ما انا سمعتك للاخير، تسمع كلامي للاخير، جاي تضحك الناس علي، لكن اخر شيء انا اللي ضحكت عليك. انا ما راح اسمعك للاخر، انا بمشي، امشي امشي يا رجيه. تعال ماني سامعك. فواز تعال اكلمك. وي 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 اوقف قاعد احاكيك انا. اكلمك انا اكلمك. شوفي بانت الحقيقه، انت ما قاعد تضحكين، انت معصبه. اي هذه ضحكه واحده مغروره. من ضحك اخيرا ضحك كثيرا كثيرا. انت اللي مقهور لانك ما قدرت تنفذ مخططك اللي انت جاي عشانه. ماشي ماشي حسابك معي بعدين، امشي قدامي. يلا يا العمي يا العمي. انا اللي مقهور، انا اللي ابغى اعرف دحين ايش اللي قاعد يصير. قولي لي يلا. وي 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 ايش بهالبنت؟ المولى تعصبي. لا كذا لا، خليني انا لازم اعرف، بس اعرف ايش اللي قاعد يصير هذا. يما اهدي شوي الله يخليك. انا بس ابغى اعرف، هي مخطوبه ولا سوت كذا عشان تطلقك من جوزك؟ خالتي بعد الخطوبه فيها كذب؟ لا لا ما يصير ما يصير. طيب ايش معناته كلام فواز اللي قاله قبل شويه؟ انتي ما له الا معنى واحد، ان فواز ميت من القهر. مو بس ميت من القهر، اصلا مبين من كلامه انه محتر. انا اللي محتره منك. انا جننتيني يا بنت، ايش الضحكه الهبله دي اللي سويتيها والجنان حقك؟ الناس كلهم ما اقتنعوا انك انت مبسوطه. المهم دحينا هذه الخطوبه حقيقيه ولا لا؟ طبعا خالتي طبعا. الحمد لله يا بنتي، الله يبارك فيكي وفي طلاقك اللي خلى بنتي لأول مرة توافق على الرجال هذا، وهو كان وراها على طول يخطبها ويترك.